لربما إخواني الميقات الزماني لوعد الآخرة يأتي قبل الإساءة، ويأتي وقت الإساءة ويمتد بعد الإساءة. طب نسأل، طيب ليش يأتي قبل الإساءة؟ ليش يأتي قبل الإساءة؟ يعني على سبيل المثال لما بده يصير زلزال، الحيوانات شو بتسوي؟ بتفر من المكان. فالله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الهزة الجاي عقاب أو إنذار أو استعتاب أو رحمة على البعض، يجعل هناك مجال لمخلوقات ما لها علاقة بهذه الأمور نسو تصير تفر من المكان فيرسل لها هذه الإشارات. عشان هيك إخوان نقول لما الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة موجود قبل، هناك أمارات شو بتستدعي؟ تستدعي أنك أنت تقف وقفة مع نفسك، شو تسوي؟ بتعيد فيها حساباتك. هاي بدأت الإشارات، شو معناه؟ أنا في الطريق إلى العقاب الذي جاء في وعد الله عز وجل، فلعلي أرتدع وأعود. فقلنا إخواني لما الله سبحانه وتعالى بدأ حدود وعد الحق، فين بدأها؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هون حطلنا الميعادين، حطلنا بداية الوعد الحق وحطلنا نهاية فترة الوعد الحق. شو هي البداية؟ لا يرجعون، يعني رجوعهم إلى هذه القرية التي طردهم منها، هذه بداية الميعاد. ومجيء يأجوج ومأجوج هذه شو هي؟ نهاية الميعاد. ففي عنا ميقات زماني ما بين وبين حدين، بداية الوعد الحق ونهاية الوعد الحق. طب والعلو فين بده يكون؟ ما بين وبين. العلو يعني قمة الإساءة ستكون بعد دخولهم المحرم، وقبل إيش؟ قبل يأجوج ومأجوج. وكما نعلم إخوان الله سبحانه وتعالى بيّن لبني إسرائيل، وبيّن لنا إحنا كمان، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أعطاهم كل ما قد يحدث ويفيدهم. لأن الله سبحانه وتعالى من البداية شو بقول؟ ولعلهم يرجعون. لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن أخذ الذرية يعني ختم الآيات ولعلهم يرجعون، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني ولعلهم يرجعون، ختمها بإيش؟ ولعلهم يرجعون. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى مش والله بيستناك عشان تغلط عشان يعذبك، لا، إنما يعطيك الأجل لعلك ترجع، لعلك ترجع عما قررته في إنك أنت ما بدك الله عز وجل، بس الله سبحانه وتعالى بده إياك. فالله سبحانه وتعالى يريد الكافر كما يريد المؤمن، لأنه هذه خلقه، هذا خلقه. كيف احنا بنقول عيالنا اولادنا؟ انا اذا كان ابني على سبيل المثال عاصي، مش والله بقصه وبرميه، لا، بتمني حاضنه، بدي اياه وبدي اصلحه وبدي اظبطه وبدي ارجعه لجاده الصواب قدر الامكان، بدي ارجعه لعندي وبدي ارجعه على الصراط المستقيم. كذلك اللات، الا انه ما في الامر جبر. شو بدها؟ بدها حكمه وموعظة حسنة وكلمة حلوة وطول نفس، وطول نفس. والله سبحانه وتعالى خير الحاكمين، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعاملنا بهذا الأسلوب يعطيك ويعطيك الإشارات ويدلك ويحذرك ويحذرك ويحذرك. فالله سبحانه وتعالى كأنه أنت داخل على امتحان إجاباته شمالها مجابة، ما فيها الغاز، ما في الغاز. والله انت مش داخل على امتحان ما مش عارف شو هو، لا، الله سبحانه وتعالى اعطاك الاجابات كلها قبل ما ياتي الامتحان. يعني كيف تصوروا استاذ في مدرسه يقول للطلاب هذه اسئله الامتحان اللي بدكم تقدموه غدا، هاي الاسئله، وكمان مش بس هاي الاسئله، والله تروح تدور على الاجابات، هاي كل الاجوبه تبعت هذه الاسئله، هاي الاسئله وهي الاجوبه، وبكره تعالوا عشان تقدموا الامتحان. في حدا بيصوت اخواني؟ طيب اللي بيصوت شو معناه؟ اصلا ما بدوش يطلع على الاسئله والاجوبه، بدوش اياه، او انه قرا السؤال ومش عاجبه الجواب، بده يحط ايش؟ جواب من مخه ومن راسه. فالله سبحانه وتعالى يستعتبنا وايضا يضع لنا كل المراحل في الطريق،
وينبهنا فالإشارات والأمرات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني حطيت لهم كل الإجابات قبل أن تأتي الأسئلة، وضعت السؤال والجواب وقلت له راح يحدث كذا وكذا 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 من أول رحلة حياتك حتى انتهاء هذه الرحلة، فهم يعلمون فهم يعلمون. فإن وصلوا إلى حال الله سبحانه وتعالى يتكلم عنهم قال وإن أسأتم فلها، وصلوا إلى حال الإساءة، شو معناه؟ من أنهم بدهمش. ومن البداية الله سبحانه وتعالى شو قال؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الله يجزيك. فمعناه إخواني، فمعناه إنه إذا هم وصلوا لحد الإساءة وأصلاً هم عارفين الطريق وكل منارات الطريق، فهم لا يريدوا هذا الطريق أو لا يريدوا الإجابات التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، المنهاج اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه ما بدهم إياه، في عندهم منهاج مخصوص فيهم، أجندة هم حطوها بدهم يمشوا عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء وعد الآخرة، وقلنا وعد الآخرة قبل الإساءة، وابتدأ من دخولهم وبدأت أمورهم التي استحسنها البعض، وللأسف هناك من يمشي على منهاجهم ويستحسن، لازال يستحسن أفعالهم، بقول لك والله إنه هاي دولة ديمقراطية وكل أفعالها منيحة، عندها قدرات علمية وقدرات كذا وقدرات كذا، ومن الحسن أن أقوم بعمل معاهدات معها. فمن البعض لازال يعني يستحسن هذه الأفعال، ونقول إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، وهذا يعني مش غلاف، يعني الغلاف قد يخدع فيه البعض ولكن لا يستطيع أن يخدع فيه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الجوهر إلى الداخل. وإن أسأتم فلها، والله سبحانه وتعالى يعطينا الجواب أنهم سيسيئون وسيصلوا إلى قمة الإساءة في عبادة غير الله، وكما قلنا أن هذا سيكون مع هذا الآدمي، يعني من نسل آدم الذي يستدعوه بطقوس معينة في آخر الزمان، ثم يبدأ ويدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه إله، ثم يدعي أنه إله، وسيتبع ويكون أكثر أتباعه في الحديث من اليهود والنساء أكثر أتباعه، وسيبدأ في اتباعه عندما يخرج 70,000 من أصفهان ويأتوا يعني خلفه ويسيروا خلفه.